سؤالي القادم عن العلاقات المصرية العراقية، وهي علاقات تاريخية وطيدة بكل تأكيد، ولكن في هذا المجال الذي نتحدث عنه اليوم، أهم العلاقات المتبادلة بين البلدين، بين مصر والعراق، خاصة إذا كان هناك اتفاقيات سوف يتم توقيعها هنا في هذا المعرض أو في هذه الدورة خصيصا من المعرض؟ بالتأكيد، يعني العلاقات الثنائية بين العراق ومصر لها خصوصية، خصوصية تاريخية، خصوصية اجتماعية، خصوصية إنسانية وغير ذلك، يعني يرتبطون بتاريخ طويل من العلاقات المتميزة، وهناك حب مشترك يعني وحرص على تطوير هذه العلاقات في كل المجالات ومنها القطاع النفطي. بالتأكيد كانت هناك زيارات وتبادل بين السادة الوزراء، بين رؤساء الحكومات وغير ذلك، وبالتأكيد عقدنا اتفاقيات. الاتفاق الأول كان تزويد مصر بكميات من النفط يعني تصل سنويا إلى حدود 12 مليون برميل، وهناك يعني رغبة مشتركة بزيادة هذه الكمية بعد يعني توفر هذه الكميات لدى الجانب العراقي. وأيضا هناك شركات مصرية تعمل في العراق، منها شركة بتروجيت والتي نجحت في الكثير من الأعمال، وحاليا تقوم أيضا بأعمال تطوير حقل سيبا الغازي في العراق مع شركات أخرى. بالتأكيد العراق ومصر يرغبون في تطوير. اليوم يعني على هامش هذا المعرض كان هناك اجتماع ثنائي مع الأخوة في وزارة البترول، وخصوصا يعني في قطاع التصفية وفي قطاع الغاز، وبالتأكيد هذه إن شاء الله تؤدي إلى نتائج جيدة. ويعني هذا المعرض هو فرصة، وأيضا اللقاءات يعني السادة الوزراء في لم تنقطع، وهناك تواصل كبير وهناك حرص على تطوير هذه العلاقات.